مشاهدينا مرحبا بكم معنا في قلب الحدث لتغطية خاصة فعاليات مهرجان طنجة الوطني للفيلم بدورته 16. باش تابعوا جديد الأفلام وجديد النجوم حصريا تابعوا الزومسات. انطلقت فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بحضور ألمع نجوم الشاشة من ممثلين مخرجين ومهتمين بالفن السابع ليعانقوا جمهور مدينة البحرين، كما فعل الفنان سعيد النصري الذي حظي بترحيب وتصفيق جمهور طنجة الذي أحاط بسينما الروكسي، وهو الحال مع الفنان عم إدريس والمتألقة السعدية زكون. تعتبر هذه الدورة الأولى بعد تولي صارم الفاسي الفهري إدارة المركز السينمائي المغربي، وتتميز باعتماد نظام الانتقاء لأول مرة بشأن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية. هالدورة هذه أول مرة الأفلام التي وصلوا عند لجنة التحكيم هما أفلام مختارة من طرف لجينة باش نعطيو 15 فيلم فقط للجنة التحكيم، ما نعطيوش الإنتاج كله فيه مزيان وفيه رديء وفيه اختاروا 15 فيلم وهذيك 15 فيلم اللجنة هي تتحكم فيهم. ثم اللجنة التحكيم هي بنفسها رجعات مغربية تاع 10 سنوات الأخرى، كانت 5% منها تتلقى عضو أو اثنين من المغاربة وباقي من الأجانب. احنا طلبنا نرجعوا للجنة التحكيم يعني بالطاقات اللي عندنا في البلاد يمكن نديروا للجنة التحكيم كيف كنا تعملوا من قبل. ثم تنظيم المهرجان نفسه رجع المهني كما ينصر القانون. فيلم الافتتاح كان بعنوان العرض للمخرج إسماعيل فروخي والذي توج قبل 20 عاما في نفس المهرجان، كما تم تكريم اسمين مخضرمين في التشخيص والنقد السينمائي، ويتعلق الأمر بالناقد محمد قلاوي والفنانة المقتدرة ملكة العمري التي تركت بصمتها في العديد من الأفلام السينمائية. وهذا تكريم اللي كيخليني شي حاجه على عاتقي، كيخصني لابد نزيد ونزيد نخدم ونزيد نخدم ونزيد نخدم، لانه هادشي اللي تكرمت فيه هذه مسيره ديال عملي اللي كان طويل بزاف وبالخصوص في القطاع السينما. واختتم حفل الافتتاح بتقديم لجنتي تحكيم الفيلم القصير والطويل للدوره 16 والتي تمتد الى غايه 28 فبراير الجاري.